مرحبا بكم، موعد جديد في المحقق مع سلسلة ولد ليقتل. السلسلة اللي نشوفوا فيها في كل مرة الشخصية الإجرامية اللي باش نحكي لكم عليها فما حاجات صارت ربما في طفولتها وإلا في فترة المراهقة متاعها حولتها إلى مجرم أو إلى قاتل متسلسل، كما بالضبط الشخصية اللي باش نحكي لكم عليها الليلة. إذا كان ما زلت ما اشتركتش معنا في قناة اليوتيوب وقايت أنك تشترك وتنزل على الجرس باش نخبروك بكل جديد، وإذا كانكم جميعا حاضرين يلا سيدي ننطلقوا في حلقة جديدة من ولد ليقتل. حكايتنا الليلة ترجع بينا الأكتوبر 2005 وباش تهزنا لروسيا وعاصمتها موسكو. موسكو كما روسيا الكل البني اللي فيها الكل بالكبير، كل شيء داير في روسيا بالكبير، البني بالكبير، المنتزهات بالكبير، هكتارات الهكتارات، مئات الهكتارات أحيانا تلقاها في منتزهات عامة، كما بالضبط منتزه بيتسا في العاصمة موسكو، منتزه كبير ياسر معروف بالشجر متاعو، معروف بأشجاره الكبيرة، ومعروف أنه بلاصة يمشيوا لها بالأخص عشاق لعبة الشطرنج وخاصة المتقدمين في العمر. لكن في 15 أكتوبر 2005 الشرطة باش تكتشف جثة صارت في حقها جريمة غريبة عجيبة، جثة السيدة هذه. نحكيه على نيكولاي، شاب عمرها 31 سنة، تلقات مقتولة لكن بصفة وحشية وغريبة، تلقات مغروسة في راسها دبوزة فودكا، قول روسيا يقول فودكا، السيدة هذه مغروسة في راسها دبوزة فودكا. كيفاش تغرست دبوزة الفودكا؟ تقرير الطب الشرعي سيثبت أن الضحية تعرضت للضرب بمطرقة أو ما يشبه المطرقة، وبعد ما تضربت بهالمطرقة تركزت في راسها دبوزة متاع فودكا. بشاعة الجريمة باش تخلي الشرطة تعتقد أنه فعل متاع إنسان مجنون، متاع إنسان ربما ينتقم، ربما عنده مشكلة معها السيدة. حلوا الكتاب عليها وعلى تاريخها وعلى كذا، ما لقاو حتى حاجة تنجم توصلهم للمجرم. فركسوا في البصمات في مسرح الجريمة شوية نجم يلقاو، ما لقاو حتى شيء. احنا في منتزه، في منتزه عبارة على غابة، لفما كاميرات مراقبة، لفما ناس شافت، لفما شهود، لفما حتى شيء. صبورة كحلة، الشرطة ما عندها حتى معطيات، والحكاية ماشية وتتعقد. جثة أخرى باش تتلقى متاع سيد ستيني، ميت هو زادة ومغروسة في راسه دبوزة فودكا. فجثة ثالثة، فرابعة، فخامسة، فسابعة، ما زلنا ما عملناش الشهر، سبعة جثث باش يتلقاو في هالمنتزه بنفس الطريقة. شنو القاسم المشترك ما بيناتهم هالجثث؟ ما فماش حاجة كبيرة إلى حد الآن، أغلبيتهم من الرجال ولكن وأعمارهم في متوسطة، يعني في متوسط العمر، شوية فيهم كبار شوية صغار، لكن الأغلبية ثلاثينات فأكثر شوية. شنو العلاقة اللي تنجم تكون بينهم وبين المجرم؟ شافوا منا من غادي، بحثوا مسرح الجريمة، بحثوا في دبابز الفودكا اللي محطوطة، ما فما حتى مؤشرات على من هو هذا المجرم القاتل.
الرعب بدأ ينتشر في صفوف الناس في موسكو العاصمة الروسية. الشرطة تبدي عجز كبير ياسر في قلب العاصمة الروسية. قريب 10 ضحايا متوفين من أشهرة والشرطة ما عندها حتى مؤشر. باش يتم تجنيد أعداد كبيرة من عناصر الشرطة، 200 شرطي وبحاث باش يتحطوا في هذه الحديقة ولا في هالمنتزه. 200 باش يعسوا باش يشوفوا باش يراقبوا، شيء ما فما حتى نتيجة. الأمور بدأت فيها نوع من الغرابة، والفرضيات والنظريات بدأت تكثر. هذا نظرا لغرابة الجرائم اللي قاعدة تصير، هذه جريمة قتل وتركز من بعد دبوزة فودكا في رأس الضحية. فما شكون مش يقول يا أخي منتزه بيتسا مش فما مش بعيد عليه مصحة متاع أمراض نفسية وعقلية؟ يا أخي مش المرضى النفسانيين واللي عندهم أعصاب وعندهم معناها أمراض ويبدأوا هكا حالتهم بين يا أخي مش قاعدين يخليوا فيهم يخرجوا ويدوروا بصفة معناتها من غير حتى مشاكل؟ زعما يظهر المجرم واحد من المرضى اللي موجودين في السبيطار. حلوا الكتاب على السبيطار وعلى المرضى وعلى الناس اللي تخرج من السبيطار والدور في المنتزه، والنتيجة حتى شيء. المرضى متاع السبيطار ما عندهم حتى علاقة. وتتواصل الأمور على هذه الشاكلة. من أكتوبر 2005 بدأت الجرائم إلى مارس 2006، وفي إحدى أيام هذا الشهر امرأة بالطالون بكبوت طويل بشعر أصفر قصير تمشي وتزرب في الخطوة في وسط المنتزه. واحد من عناصر الشرطة لفتت انتباهه. علاش؟ على خاطرها تزرب تمشي بطريقة غريبة شوية. يا مدام يفضلك اقف شوية يا مدام، حشنا بيك. وهي تسمعهم وتحسب روحها ماهيش لهنا وتزيد في الخطوه نتاعها، شاده ساكها هكايا صغير وماشيه بيه تك تك تك. واذا بيهم يتوجهوا لها مباشره، يا مدام يعيشك اقف، وتحط على ساقيها وتبدا تجري. مش باش تكون صعيب ياسر انه يقع ايقافها ولا ايقافه، بما أنه بشظهر وأنه ما نش نحكيه على امرأة وإنما نحكيه على راجل لابس لبسة سيدة، ترافيستي كان تحبوا نقولوا هذا الـ الاسم اللي نجموا نعبروا به على الوضعية متاع السيد ولا السيدة هذه. وفي الساك متاعه وهنا الأهم، بش يلقاو امطرقة على الفور، باش يوجه له التهمة بأنه هو المجرم متاع بيتسا. القيناك أخيرا، هذاك علاش أغلبية الضحايا متاعه هما مرجي، وهو عنده المطرقة أداة الجريمة ومتخفي في شكل امرأة. زعما سيد هذا هو صاحب سلسلة الجرائم ولا لا؟ الشرطة مازال ما في بالهاش أنها مازالت ما وصلت لحد شيء. بقية تفاصيل هذه القصة في الجزء الثاني من حكايتنا لليلة.